قصيدة مهداة من الشاعر ضيف الله بخيت المتعاني إلى أرحام قبيلة هذيل والشيخ الدكتور فهد المعطاني أداء صوت العباد النشمي الشلاحي. سلامي يا رأس الفخر والعز يا عزوة هذيل، يا العزوة خير بحسابها وانسابها، درع الحجاز وعسكر البارود لا شب الفتيل، يوم الحرايب نارها شعل لفي مشابها، ذكرى الذي ما له في ملكه لا شريك ولا وكيل، متصرف بخلقه وله مردها وحسابها. سلامي يا رأس الفخر والعز يا عزوة هذيل، يا العزوة اللي نفتخر بحسابها وانسابها، درع الحجاز وعسكر البارود لا شب الفتيل، يوم الحرايب نارها شعلون في مشابها. فبوق بس القرمطي ردوه مهزوم وذليل، وسهامها كانت حمال كعبه وميزابها، ويوم الأشرم جمع أحباشه وجا غازي بفيل، بدت هذيل على الحرم بجمالها ورقابها. جرعت مال تراك القمة خدمة من كل ويل، بارودكم في جبال ما القرى وشعابها، ولكم بفتح الأندلس وإيطاليا ذكر ودليل، والهند ساعة شرعت لابن المحبة قبابها. عبد الله بن مسعود منكم مملي الوحي الجلي، سادس من أسلم وأول القراء في محرابها، وأبو ذؤيب اللي خلى شعره لجيل بعد جيل، جزى الفرايد والمراثي راس روس أصحابها. والأصمعي والشافعي فيكم قضوا عمر طويل، تدرس مع هذيل الفصاحة شعرها وخطابها، وهذيل يربطني بهم عني ومعروف وجميل، أرحام والأرحام نغلي قدرها وجنابها. بين المجرشي وبين الهمهمي مذهب فضيل، مذهب شرف محفوظ في عرض اللحى وشنابها. خصى لحامد مركز القاله عما عن العميل، عزوة محمد عبد رب السعد من ينصابها، وعزوتي متعان ما فيهم ضعيف ولا بخيل، عن واجب الضيفان ما تندس سد أبوابها. من ناس العبس اللي تجاوز صيتهم همت سهل، جمرة عرب لقيل شب النار يا شبابها. وعبس وهذيل الفخر والطيب والفعل المهيل، كم من عدا تخشى حدود سيوفها وحرابها. لا شك تجمعنا مضر فالعز والمجد الأصيل، واللي جهل يرجع تواريخ العرب يقرابها. قد قالها فهد بن سالم راعي القول الجزيل، شيخ الشيوخ لا عريب الشيخه وعرابها. شاعر وشيخ مفوه قولك ما حد صقيل، كل المعالي والمراجل معتلي مرقابها. واختامها صلى الله وسلم على الهادي الدليل، عداد منه زار مكة وحرم وصلابها. واختامها صلى الله وسلم على الهادي الدليل، عداد منه زار مكة وحرم وصلابها. قبيلة متعان بني عبس وبني عبس بنو عبس هم عبس الجاهلية، وأكبر في شاهد في ذلك أن الموقعة التي جاءت بين بني دبيان وبين بني عبس في نفس المنطقة، حيث أن جبل جلجل، وهذا جبل ذكره عنتر بن شداد العبسي في معلقته جبل جلجل، حتى أن متعان من زمن قديم شهرتهم أن الرجل إذا جاء ينتخي يقول أنا العبسي. يمكن كثير من متعان حاضرين معنا ويعلمون ذلك، ومن قرأ التاريخ عن بني دبيان وعن بني عبس وعن قطفان القبيلة التي تنتسب إليها القبيلتان في الجاهلية، قطفان القبيلة المضرية العدنانية.